وبعد ذلك جمع النبي سليمان الذي عنده من الجنود والوزراء وكل شيء، وقال لهم: أيكم يأتيني بعرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن ينتصف النهار. ماذا يعني ينتصف النهار؟ ينتصف النهار أي من شروق الشمس إلى وقت الظهر، يعني نصف يوم. وليكن بعلمك عزيزي المشاهد أن مملكة سبأ في اليمن ومملكة سليمان في فلسطين. ولكن النبي سليمان قال له: أنت بطيء، أريد واحد أسرع. وعندها قال له شخص: أنا آتيك به قبل أن تطرف. وكان هذا الشخص كما وصفه القرآن الكريم أنه من أهل العلم، ولا يعرف هل هو من الإنس أو من الجن. فعندما رأى النبي القصر، عندما رأى النبي سليمان القصر عنده، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وعلى هذه القوة. في هذه الحالة كانت، أو في هذا الوقت كانت الملكة بلقيس في طريقها إلى مملكة النبي سليمان عليه السلام، لأنه رفض الهدايا وعرفت أنه نبي حق من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وفي هذه اللحظة أمر، طلب النبي سليمان من الذين عنده أن يبدلوا عرش الملكة بلقيس، أي أنهم مثلا يجعلوا الأحجار الذي في اليمين في جهة اليسار، والعكس، والمقدمة في المؤخرة، وهكذا. ويعني باختصار أنهم يقلبوا العرش رأسا على عقب. وعندما وصلت الملكة بلقيس استقبلها النبي سليمان وقال لها: هكذا عرشك. وكانت الملكة بلقيس ذكية جدا، عرفت أن هذا هو عرشها، ولكنها لم تنفي ولم تؤكد، فقالت: كأنه هو. المهم بعد ذلك قال لها النبي سليمان: ادخلي قصري. وعندما دخلت القصر انصدمت الملكة بلقيس من جمال قصر النبي سليمان عليه السلام، ووجدت نهر يجري من تحتها، فرفعت ثيابها حتى لا تتبلل. فقال لها النبي سليمان عليه السلام: يا بلقيس، لا ترفعي عن ساقيك، إنه نهر وفوقه زجاج، إنه نهر مغطى بالزجاج من حيث لا ترينه، فامشي. وهذه نقطة توصف لك يعني كم هو جمال وقوة قصر النبي سليمان عليه السلام. وبلقيس كانت منصدمة، لأنها كانت تعتقد أن عندها أجمل قصر، ويعني أضخم قصر في العالم. وعندها أسلمت بلقيس مع النبي سليمان، وتركت عبادة النجوم والكواكب، وقالت: ربي إني ظلمت نفسي، كما جاء في القرآن الكريم، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهنا انتهت قصة بلقيس ومملكة سبأ مع النبي سليمان عليه السلام. وأيضا من الأمور التي تدل أيضا على أن النبي سليمان كان يفهم لغة الحيوانات، غير تلك الحوار الذي دار بينه وبين الهدهد، تلك النملة. فبينما كان النبي سليمان في أحد رحلاته يتجه يعني بجيوشه نحو الجنوب، شعرت نملة باهتزاز الأرض من مسافة بعيدة جدا، فقالت لزميلتها كما جاء في القرآن الكريم: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا سمعها النبي سليمان من تلك المسافة البعيدة، فتبسم ضحكا من قولها، وقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وأيضا هناك رواية تصف أنه كان هناك مقدمة لموضوع الهدهد مع النبي سليمان عليه السلام، وهي: بينما كان النبي سليمان عليه السلام يأمر الجن الغواصين باستخراج اللؤلؤ، يقال أنه أتى عفريت ضخم من مملكة سبأ، ضرب ذلك العفريت الذي كان معه اللؤلؤة، وكان ذاهبا إلى النبي سليمان، وأخذ منه اللؤلؤة. فرجع العفريت ذلك إلى النبي سليمان يشتكي ويبكي ويقص عليه القصة، فأمر النبي سليمان بحبسه حتى يتأكد من الأمر، وأمر جيشه بالتوجه نحو الجنوب. وبينما هم في الطريق كاد الجيش أن يهلك من العطش، فأمر النبي سليمان الجن بحفر الآبار، وأمر الرياح أن تأتي بالسحب، ثم أمر الهدهد بالطيران لاستكشاف مواقع الماء. فطار الهدهد وطار بعيدا، مسافة بعيدة جدا، قطع مسافة بعيدة عدة آلاف الكيلومترات، حتى تراءت له من بعيد مملكة سبأ، ورأى ما رأى من تلك الخضرة وتلك الحضارة، ورأى أيضا أنهم يعبدون النجوم والكواكب من دون الله سبحانه وتعالى. وهنا تأخر الهدهد
و يعني افتقده النبي سليمان عليه السلام، وحدثت تلك القصة التي ذكرناها قبل قليل. وخلونا الآن نطلع من قصة النبي سليمان ومملكة سبأ والملكة بلقيس، ونذكر بعض الأحداث التي حدثت في مملكة النبي سليمان عليه السلام. للعلم، النبي سليمان يعتبر هو من بنى بيت المقدس، وقلنا يعتبر لأن الروايات تختلف، فالبعض أيضا يقول أن الملائكة هم الذين بنوا بيت المقدس، وأن النبي سليمان أعاد بنائها. وأيضا هناك قسم آخر يقول بأن الذي بنى بيت المقدس هو أبونا آدم عليه السلام، يعني الموضوع أشبه بموضوع الكعبة، ولكن الكعبة نحن نعرف من رفع قواعدها بنص صريح من القرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولكن ماذا عن هيكل سليمان؟ هيكل سليمان كما ورد عنه يقال أن الذين قاموا ببنائه 180,000 بناء، وكانت أحجار الهيكل من الذهب والفضة، وقد دمر هذا الهيكل أثناء أحداث السبي البابلي التي حدثت من مملكة بابل، وتحديدا بقيادة الملك نبوخذ نصر على مملكة بني إسرائيل. ولمعرفة المزيد شاهد الفيديو أعلى هذه الحلقة الآن. لكن هل هيكل سليمان حقيقة أم معتقد خيالي عند اليهود؟ هيكل سليمان غير مذكور في ديننا كمسلمين، ولكنه مذكور في الإسرائيليات، والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب لأنها محرفة. المهم، مملكة النبي سليمان كانت برخاء خلال فترة حكم النبي سليمان عليه السلام، فقد كان يأمر الجن البنائين أن يبنوا له قدور ضخمة، قدور كبيرة جدا، يعني كبيوتنا التي نعيش فيها حاليا، وكانوا يحطون فيها الطعام حتى يوزعوه على الفقراء. ولكن سؤال، هؤلاء الجن الذين يخدمون النبي سليمان هل كانوا مسلمين ومخلصين في خدمتهم للنبي سليمان، أم أنهم كانوا كافرين ومغصوبين على خدمة النبي سليمان؟ كان قسم منهم مسلمين ويخدمون النبي سليمان بإخلاص، مثلهم مثل الإنس المؤمنين، وأيضا كان قسم منهم مردة ويخدمون النبي سليمان وهم مغصوبين على ذلك، ومن يعصي أمر النبي سليمان كان يحبسهم في الجبال، يضعهم في قمقم ويختمهم بختمه، وأيضا كان يحبسهم في الجبال. وللعلم، كان يوجد شخص في العهد الأموي راح يبحث عن الشياطين والمردة الذين حبسهم النبي سليمان عليه السلام. إذا كنت تريد أن تعرف قصته فتابعنا إلى آخر الحلقة. المهم، علشان تعرفوا كم كان المردة والشياطين يخافون من النبي سليمان عليه السلام، فيقال أن النبي سليمان في آخر حياته دخل إلى بيت المقدس حتى يتعبد، حيث أنه كان من عاداته أنه أحيانا يتعبد مدة تصل إلى شهور طويلة. وعندما دخل يتعبد توفي النبي سليمان، ولكنه لم يسقط، حيث أنه كان معتكزا على عصاته، وظل فترة من الزمن على هذا الحال. المهم، خلال هذه الفترة لم يخطر في بال أي أحد في المملكة أن النبي سليمان قد مات، سواء من الإنس أو من الجن، وظل كل شيء ماشي في المملكة وكأن النبي سليمان لا يزال حيا، الذي يغوص يغوص، والذي يبني يبني، وما إلى ذلك، إلى أن أكلت الحشرات قاعدة عصا النبي سليمان عليه السلام وسقط على الأرض. وحينها عرفوا أن النبي سليمان قد مات، وبعد ذلك أخذ الملك أولاده واختلفوا، ولكن بعد ذلك تقسمت مملكة النبي سليمان إلى مملكة شمالية ومملكة جنوبية. والآن يلا تعالوا إلى فقرتنا الجديدة. يقال يا سادة يا كرام أنه في زمن من الأزمان كانت هناك دولة تسمى بالدولة الأموية، وكان هناك خليفة اسمه عبد الملك بن مروان، وكانوا هو ووزرائه في يوم من الأيام يتحدثون في قصص الأمم السابقة، ووصلوا إلى قصة النبي سليمان ويعني قصصه مع الجن والمردة، وكيف كان يحاسبهم ويحبسهم بالنحاس ويصب عليهم الرصاص ويختمهم بختمه. وكان من ضمن مجلس الخليفة رجل يقال له طالب، كان يحدث الخليفة عن رجل
نزل هو ومجموعة من الأشخاص في بحر من بحور الهند، وأثناء رحلتهم ضربتهم عاصفة أحالت ليلهم نهار وخاضت بهم إلى جزيرة في البحار، فرسوا في تلك الجزيرة وكان الظلام دامس والليل حاتم، وعندما حل النهار رأوا عجب العجاب، فقد ظهرت لهم مخلوقات من الجزيرة ترتدي ملابسا بسيطة وتتكلم بلغة غير مفهومة. هذه المخلوقات تشبه الإنس وتشبه الوحوش، فظهر لهم ملكهم ورحب بهم وكان يتحدث العربية وأدخلهم قصره، فرحب بهم وأضافهم ضيافة كريمة وسألهم هل أتى الإسلام وهل ظهر محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا له لا نعرف شيئا عن هذا الدين ولا نعرف الشخص الذي ذكرت اسمه، فرد عليهم وقال أنا هنا من فترة طويلة ولم أقابل أحدا من بني آدم وأردت أن أعرف أخباركم، فاستغرب القوم وعرفوا أنهم يحدثون مخلوقا ليس من البشر. المهم يا سادة يا كرام، نزل أهل المركب إلى مدينة الملك وتفقدوها، وجدوا صيادين يدلون بشباكهم على البحر ويخرجون قمقما من النحاس مختوما بختم سيدنا سليمان عليه السلام، فيكسر الصيادون هذا النحاس فيخرج منه دخان أزرق يضرب عنان السماء، ويخرج من هذا الدخان صوت يقول التوبة يا نبي الله التوبة يا نبي الله، فيظهر شخص ضخم مهول ويختفي أمام أعين البشر، فسأل أهل المركب الملك ما هذا، فرد عليهم قائلا هؤلاء جن من زمن النبي سليمان عليه السلام عصوا أمره فحبسهم في قمقم وصب يعني فحصب فحبسهم في قمقم من نحاس وصب عليهم الرصاص، والصيادون الآن عندما يدلون بشباكهم ويخرجون هذا القمقم فيكسرونه ويطلقون سراح الجن والمردة، فانصدم أهل المركب وقالوا للملك جهز مركبنا نريد العودة إلى ديارنا، وفعلا جهز لهم مركبهم وعادوا إلى ديارهم، وانتهت قصة طالب مع الخليفة، وقال له يا أمير المؤمنين ما رأيك أن نأتي بجنيا أو ماردا من الذين حبسهم النبي سليمان عليه السلام، فوافقه الخليفة على ذلك، ولكن ترى هل سنكمل قصتنا هذه الليلة؟ لا أعتقد ذلك. المهم يا جماعة الخير، القصة هذه حدثت في عهد الخليفة في الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، سنكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن خلونا نرجع لقصة النبي سليمان عليه السلام ونفتح دائرة عصف ذهني. يا جماعة الخير، مملكة النبي سليمان من الممالك التي جميل أنك توسع وتتخيل يعني تتخيل وتوسع آفاقك فيها، يعني مثلا تخيل أن جنود هذه المملكة كانوا من الإنس والجن والطيور والوحوش، أشبه بفيلم The Lord of the Ring. كانوا الجنود من الذين يحاربون في المعارك عبارة عن هوبيت وأليس اللي هم عبارة عن الجن والأقزام وبشر عاديين وتنانين، فأمر أشبه بالخيال مملكة النبي سليمان عليه السلام. والشيء الأغرب أن هذه المملكة كانت موجودة حقيقة في العالم الذي نحن نعيش فيه حالياً. أعرف أن الموضوع فلسفي زيادة عن اللزوم أو أنكم ممكن تعتبرونه غبي، ولكن عندما تتخيل الموضوع ستأتيك صدمة، يعني تشعر أنك تتمنى أن توجد آلة زمن ترجعك إلى مملكة النبي سليمان عليه السلام، وترى كيف كانت وكيف كان التعايش بين كل هذه الأجناس الغريبة من المخلوقات التي كانت موجودة في هذه المملكة، وسواء مملكة النبي سليمان أو مملكة بابل أو الفراعنة، وكيف كانت حياتهم وكيف كانت طبيعتهم ومعتقداتهم وطريقة عيشهم التي تختلف جذريا عن طريقة عيشنا حاليا. كلها ممالك غريبة تتمنى أن يعني أنك تراها فعلا. وإلى هنا انتهت الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.